كثير من التبيين لرفضنا لهذه الصفقة وتمسكنا بفلسطين. إنما يرجوه ترامب من نزع لسلاح المقاومة ومن تركيع للشعب الفلسطيني لن يكون أبدا، فما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة. فكلما أطلق الفدائي نارا صاح في الأفق صوتها الرنان منشدا نغمة الخلاص ينادي: ها أنا الشعب، ها أنا البركان. إنني اليوم ماض ودليلي ضرباتي وزادي الإيمان. ذاك ما يبتغيه الزمان ويرضى، إنما الحق ما يبتغيه الزمان. إن الحق هو أن فلسطين دولة إسلامية، هي قطعة مباركة وأرض مباركة. كل شبر من فلسطين سنتمسك به حتى آخر رمق، ولن نرضى ولن نقبل أن يتم تقسيمها. بدمانا سنكسب الحرية، بدمانا سنكسب النصر يوما، وبها سوف نكتب الحرية في ربى القدس، في مرابع حيفا، في فلسطين حرة إسلامية.